احتياجات السوق الوطنية اليوم من مواد الناتجة عن تثمين الكربونات كالسيوم هي حوالي 680 ألف إلى 700 ألف طن سنويا. إنتاج بالنسبة لمجمع سوناريم هو 200 ألف طن. هذا الإنتاج والدخول في الإنتاج بالنسبة للمصنع الثاني لمجمع سوناريم والذي هو الآن وقفنا على مدى تقدم الأشغال والتي تفوق نسبة 90% من تقدم الأشغال لإنجاز هذا المصنع، ستسمح بإنتاج مواد ذات جودة عالية والتي هي الآن مستوردة. هذا سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد وتموين كل الصناعات التي تتطلب المواد المنجمية من كربونات كالسيوم محليا من طرف مجمع سوناريم.